تنقذ ندوة الصحفية بهذا الفضاء الجميل اللي هو المكتبة الوطنية، نعقدها بطبيعة الحال لأننا نعتبر الإعلام إعلام تشاركي، ونريد أن نصل من خلال زملائنا الإعلاميين إلى قناعتنا وتفكيرنا في رابطة كاتبات المغرب. رابطة كاتبات المغرب أقدمت منذ 6 أشهر على إطلاق فكرة تأسيس رابطة كاتبتي إفريقيا. هذه الفكرة بطبيعة الحال هي فكرة طموحة وفكرة كبيرة، وتحويلها إلى مشروع كان يعني تطلب منا مجهود كبير، وفعلا الحمد لله وجدنا يعني أن إفريقيا موجودة في يعني في تفكير الجميع وفي قلوب الجميع، يعني حكومة وقطاعا خاصا ومجتمع مدني وأحزاب. وأنتم رأيتم بأن الرابطة كاتبة المغرب كما أقدمتم على تغطية ذلك، أننا يعني حاولنا أن نطرق جميع الأبواب. التقينا أمناء أحزاب، والتقينا رئيس مجلس نواب ورئيس مجلس مستشارين، والتقينا كذلك فرق برلمانية وبرلمانيين كذلك، لأننا نعتبر بأن المنتخب هو شريك استراتيجي في النهوض بالثقافة. والتقينا كذلك الحكومة، ناطق الرسمي باسم الحكومة استقبلنا شاكرا، وكذلك وزير الثقافة نحييه بهذه المناسبة، لأن وزارة الثقافة شريك استراتيجي لرابطة كاتبات المغرب، وشريك كذلك في هذا المؤتمر، ومؤتمر تأسيسي وليس مؤتمر أول سيكون بعد سنة، هذا مؤتمر تأسيسي. كذلك شريكنا هي وكالة التعاون الدولي. نشكر كل أطراف الساهرة على مساعدتنا من أجل أن يكون المؤتمر اليوم في المغرب بأربعين دولة إفريقية، وحوالي 50 إفريقية اليوم موجودة بالرباط. هم الآن سيلتحقون بعد قليل المجموعة التي وصلت مجموعة الأمس، ووصلت مجموعة اليوم، وغدا ستصل المجموعة الكبيرة. كذلك رابطة كاتبات المغرب في مكتبها التنفيذي أشركت الجهات والأقاليم. رابطة كاتبات المغرب لديها 12 جهة، 12 تنسيقية، منسقاتنا في الجهات أو رئيسات الجهات هما برلمانيات مثقفات، هما أستاذات جامعيات، هما مشتغلات في مجال حقوق الإنسان، هم كاتبات. ولهذا فحاولنا هذا الاشتغال الجهوي كان مقصود، لأن غدا نحلم أن تكون رئيسات جهاتنا في تنظيم موحد مع إفريقيا، مع المدن الإفريقية، فالجنوب يشتغل مع الجنوب والشمال يشتغل مع الشمال إلى غير ذلك، كي يكون هناك نوع من التشبيك. ولهذا فرابطة كاتبات المغرب تؤمن بالتشارك على المستوى الوطني بإشراك الأقاليم والجهات، وتؤمن بالتشارك الإفريقي بضم جميع. نحن نحلم أن لا تكون 44 دولة، بل نحلم أن تكون كل الدول الإفريقية موجودة، كل دول الاتحاد الإفريقي موجودة في إطارنا رابطة كاتبات إفريقيا، إلا بطبيعة الحال الدولة التي لا تملك الشرعية. ونتمنى مستقبلا أن نتعافى من هذا المد نحو بطبيعة الحال نحو إفريقيا موحدة. نحن الآن نتواجد بالمكتبة الوطنية في هذا الحفل الصحفي الكبير، مشكورين حضرة الصحافة من كل صوب وحد لتغطية هذه الندوة المهمة. إن شاء الله قريبا يعني يوم الخميس 9 مارس سيعقد المؤتمر التأسيسي لرابطة كاتبات إفريقيا، وقد حضرت من البارحة حضرت العديد من الأخوات من الكاتبات الأفريقيات ذوات الوزن الثقيل، هناك وزيرات سابقات، هناك برلمانيات، وطبعا المشترك هو الكتابة. تحضر أكثر من 40 دولة بما فيها الدول المغاربية، هناك حضور لتونس، تونس، ليبيا، موريتانيا، السودان، والعديد يعني، وإفريقيا، عمق إفريقيا وإفريقيا شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا، يعني أكثر من 40 دولة من إفريقيا. فبالتالي هذا حدث كبير وحدث تاريخي، لأنه أول مرة في تاريخ الكتابة يعني ستتوحد المرأة الإفريقية لإسماع صوتها من داخل هذا الصرح الكبير، الذي نأمل إن شاء الله بأن سيكون له إشعاع
كبير وسيكون له دور كبير في التنمية في تنمية إفريقيا. اليوم كما تتبعتم معنا نتواجد في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لننظم هذه الندوة الصحفية، كان ننور الرأي العام الوطني والمشهد الثقافي المغربي والإفريقي لنقول بلغة المؤنث بصوت واحد أننا كإفريقيات كمغربيات كمبدعات وكأديبات أننا هنا نتواجد وسندشن اليوم المؤتمر التأسيسي لرابطة كاتبات إفريقيا. اليوم هي نقطة تحول، نقطة نحو التغيير، نحو التعاضد، نحو التعاون من أجل ثقافة إفريقية تليق بإفريقيا وتليق بنساء إفريقيا كل المبدعات وكل الكاتبات.